رغم شنها أكثر من 50 غارة جوية، قوات النظام تفشل بالتقدم في حي جوبر شرقي دمشق. المعارك تتواصل بمحيط الرقة، والقوات الأمريكية تعمل على إنشاء قاعدة عسكرية في مطار الطبقة. طائرات النظام والاحتلال الروسي تواصل قصف المرافق الطبية وتخرج مشفى معرية النعمان بإدلب عن الخدمة. وفي حماة، الفصائل تحبط هجمات لقوات النظام والميليشيات الأجنبية شمال المدينة. جولة ميدانية جديدة من أورينت نيوز، أهلا بكم. نبدأ هذه الجولة من دمشق، حيث قالت مصادر ميدانية إن طائرات النظام شنت أكثر من 45 غارة جوية على مناطق متفرقة شرق العاصمة، وذلك بالتزامن مع محاولات تقدم في المنطقة. وأفادت المصادر بتعرض حي جوبر لأكثر من 36 غارة جوية، وحيي القابون وتشرين لست غارات أخرى، بالإضافة لغارتين جويتين على بلدتي الزريقة وحوش الصالحية في الغوطة الشرقية، وتسع غارات على مدن وبلدات حزرمة، النشابية، حمورية وسقبة. الدخول الى دمشق، الى دمشق غري، نطالب كل جيش الحال بدون استثناء الدخول معركة الى دمشق. حجي حجي عم نوثق، عم نوثق للعالم ان شاء الله. طيب يا الله يا اخي ما عندنا شيء نحكي، نحن مدنيين، لك ليش عم يضربنا؟ ما في غير مدنيين، لك الطيران فوقنا، لك يا اخي حلوا عنا، لك يا اخي لك والله ما في ارهابي هون. العشرات من كل الساحات واحد لأورينت نيوز، هذه المنجد سقبة. عبر الهاتف من ريف دمشق ينضم إلينا الزميل محمد عبد الرحمن مراسل أورينت نيوز. محمد، يعني إلى الآن أكثر من 60 غارة على مناطق شرق دمشق، لو تضعنا في التفاصيل. محمد محمد، من الممكن أن نعود إليك في وقت لاحق، لا نتمكن من سماعك الآن، ونتابع في سياق هذه الجولة الميدانية وننتقل إلى الرقة، حيث نشر موقع صوت أمريكا تقريرا أكد فيه قيام مهندسين أمريكيين بإعادة تأهيل مطار الطبقة العسكري، وذلك مطار عين العرب كوباني، استعدادا لانخراط المطارين في العملية المتوقعة ضد تنظيم الدولة. وبهذا تكون القوات الأمريكية فقد تمكنت من السيطرة على 5 مرافق جوية في الشمال السوري. يحدث هذا في وقت تستمر فيها المعارك بين ميليشيات قسد التي تقودها الوحدات الكردية وتنظيم الدولة بمحيط مدينة الطبقة غرب الرقة. تمدد النفوذ الأمريكي في الشمال السوري لم يقتصر على زج قوات برية في المنطقة لمساعدة ميليشيات قسد التي تقودها الوحدات الكردية،
إذ كشف موقع صوت أمريكا ما نقله عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت طواقم ومهندسين لإصلاح وترميم مطار الطبقة العسكري الواقع غربي سد الفرات بعد السيطرة عليه من قبل ميليشيا قسد التي تدعمها واشنطن. وتطرقت الوكالة في تقريرها إلى أن الولايات المتحدة الآن بإمكانها استخدام 5 منشآت جوية في المنطقة لمحاربة تنظيم الدولة في سوريا. وأشار التقرير إلى أن التوتر بين أنقرة وواشنطن بسبب دعم وتبني الأخيرة لميليشيا الوحدات الكردية، مما يدفع بالولايات المتحدة للاستغناء عن قاعدة إنجرليك التركية والاستعانة بالقواعد الجوية في العراق وسوريا بعد تأهيلها من جديد. وبالتزامن مع هذه الأحداث تدور معارك كر وفر يخوضها مقاتلو تنظيم الدولة ضد قسد بمحيط مدينة الطبقة وسدها غرب الرقة. مصادر ميدانية في المنطقة قالت إن عناصر التنظيم هاجموا مواقع كسد على أسوار المطار العسكري وفي قريتي الصفصافة وأبو هريرة، قتلوا خلال هذه الهجمات العشرات. واستخدم التنظيم في بعضها طائرات مسيرة مزودة بقنابل حسب ما نشرته وكالة أعماق. قصد بدورها قالت إنها صدت الهجوم على قرى المنطقة حسب ما أعلنت المتحدثة باسمها. ويواجه المدنيون في الرقة صعوبات كبيرة في النزوح بسبب الإشاعات عن اقتراب انهيار سد الفرات والتحذير من غرق المدينة، فيما تقطعت بهم السبل في الأراضي الزراعية والتلال المحيطة بالمدينة دون وجود أي مقومات للحياة في المنطقة. زاد على ذلك استهداف التحالف الدولي للمناطق التي تؤوي النازحين من الرقة والمناطق الأخرى. جينا صرنا هون تقريبا 10 أيام، والوضع كان بالرقة كثير كثير يعني مخنوقين، غلى أسعار وما في كرامة، وكان الوضع كثير يعني وضع مخنوقين كثير. ويقيم نحو 800,000 مدني في محافظة الرقة التي استكمل تنظيم الدولة السيطرة عليها صيف عام 2014 في غياب أي جهة دولية تساندهم خلال المعارك التي ينوي التحالف الدولي ومعه قسد القيام بها في المدينة. ومن الحدود السورية التركية ينضم إلينا الصحفي عبد القادر ضويحي. أهلا بك سيد عبد القادر. لو تضعنا في آخر ما ورد إليك عن المعارك في محيط الرقة والطبقة. نعم، في الحقيقة مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. بداية، المعارك الآن تتركز، أعنف المعارك تدور في محيط الجبهة الغربية تحديدا لمدينة الرقة، بالتحديد في محيط قريتي الصفصافة وقرية عباد القريبتين من مدينة الطبقة التي ما زالت إلى الآن تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، بالإضافة إلى سد الفرات الذي أيضا ما زال التنظيم على كامل السد وكامل المدينة. الآن لدينا هنالك هجمات عكسية لتنظيم الدولة، محاولة لاستعادة السيطرة على بعض القرى التي سيطرت عليها ميليشيا قسد في الآونة الأخيرة. أيضا لدينا هنالك تكتيك جديد لتنظيم الدولة يستخدمه للمرة الأولى في ضرب الخصوم العسكريين له تحديدا في المعارك التي تدور في محيط مدينة الطبقة. التنظيم أعلن وفق وكالة أعماق عن استهداف عناصر لقوات سوريا الديمقراطية، وأيضا استهداف مدرعات عسكرية عبر طائرات مسيرة مزودة بقنابل شديدة الانفجار، استهدف فيها التنظيم مواقع لقسد في محيط مطار الطبقة العسكري. أيضا هنالك الحديث عن وجود قاعدة أمريكية والبدء بوجود قاعدة أمريكية في مطار الطبقة. باعتقادي أن الموضوع ما زال مبكرا لإنشاء قاعدة عسكرية في المنطقة، كون تنظيم الدولة ما زال على مقربة من المطار العسكري ويشن هجمات عكسية لاستعادة السيطرة عليه، وأيضا استعادة الطريق الاستراتيجي الذي فقده التنظيم في الآونة الأخيرة، وهو طريق الطبقة حلب وكذلك الطريق الطبقة الرقة الذي قطعته ميليشيا قسد في الآونة الأخيرة بدعم من قوات المارينز الأمريكية. أيضا هنالك معارك على الجبهة الشرقية لمدينة الرقة، وتحديدا في معركة في محيط مزرعة القادسية شرق مدينة الرقة. ميليشيا قسد تحاول التقدم والاقتراب أكثر من مركز مدينة الرقة من الجبهة الشرقية للمدينة. المعارك أيضا ترافقت مع قصف جوي مكثف لطائرات التحالف الدولي. نعم. كان هنالك قبل قليل غارات جوية استهدفت مدينة الرقة، بالإضافة إلى غارات استهدفت مزرعة القادسية التي يسيطر عليها التنظيم، وأيضا غارات استهدفت جنوب مدينة الرقة.
نعم، ماذا عن الأوضاع الإنسانية في تلك المناطق سيد عبد القادر؟ الأوضاع الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، هنالك حركة نزوح داخلية، لأن التنظيم لا يسمح للأهالي بالخروج من مناطق سيطرته باتجاه مناطق سيطرة ميليشيا قسد في ريف الرقة، أو حتى باتجاه مناطق يسيطر عليها الجيش السوري الحر شمال حلب. الهجرة تكون أو النزوح الداخلي يكون باتجاه مناطق أكثر أمنا من مدينة الرقة وكذلك مدينة الطبقة. معظم النزوح كان باتجاه محافظة دير الزور وأيضا باتجاه الريف الجنوبي لمدينة الرقة، بغية الابتعاد عن المعارك التي تدور ما بين ميليشيا قسد وكذلك تنظيم الدولة الإسلامية. أيضا اليوم هنالك التنظيم أعلن منطقة الصفصافة منطقة عسكرية وطالب المدنيين بالخروج من المنطقة للابتعاد عن العمليات العسكرية، لكن إلى الآن المدنيين حقيقة هنالك أكثر من 400 ألف مدني يتواجدون في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم داخل محافظة الرقة، هم إلى الآن ما بين مطرقة التنظيم وكذلك سندان قوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى المجازر التي ترتكب بشكل شبه يومي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة. أيضا يجب أن ننوه إلى نقطة مهمة، أن جميع المدنيين القاطنين في مناطق سيطرة تنظيم الدولة لا يوجد طرق برية محمية أو آمنة يمكنهم الخروج منها باتجاه مناطق أكثر أمنا. جل المدنيين الآن يعتمدون على العبارات المائية للهرب من المعارك التي تدور في محيط مدينتي الرقة وكذلك مدينة الطبقة. طبعا حركة النزوع كانت صعبة للغاية جراء تدمير التحالف الدولي في الآونة الأخيرة لكافة الجسور التي تربط ما بين ضفتي نهر الفرات، وبالتالي حصر المدنيين أيضا في المناطق التي ما زالت تحت سيطرة التنظيم وهم عرضة للقصف بأية لحظة من ميليشيا قسد وكذلك كما ذكرت من قبل طيران التحالف الدولي. شكرا جزيلا لك عبد القادر ضويحي الصحفي، كنت معنا من الحدود السورية التركية. أما في حلب قتلت امرأة وأطفالها الأربعة وجرح سبعة آخرون في قصف جوي لطائرة الاحتلال الروسي استهدف بلدة أورم الكبرى غرب حلب. كما قال مراسل أورينت نيوز إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب عدد من المدنيين في قصف جوي روسي بصواريخ فراغية استهدف منطقة ريف المهندسين. كما تعرضت مدن وبلدات دارة عزة وكفرناها وخان العسل وبنان الحص لقصف جوي مماثل تسبب بحدوث دمار واسع في المباني والممتلكات. لقي عدد من عناصر ميليشيات قسد مصرعهم إثر اشتباكات اندلعت مع الجيش الحر شمال حلب، ودارت اشتباكات بين الطرفين على خلفية محاولة قسد التقدم على محور كفر خاشر كفر كلبين، ما أسفر عن مقتل ستة عناصر وإصابة آخرين بجروح، ما أجبر عناصر قسد على التراجع إلى مواقعهم السابقة. ينضم إلينا إبراهيم الخطيب مراسل أورينت نيوز معنا من حلب، أهلا بك إبراهيم. اشتباكات بين الجيش الحر وقسد، ما هي التفاصيل المتوفرة لديك؟ نعم بالتأكيد أحلام، قوات قسد تحاول خلال الفترة الماضية التقدم على حساب الثوار في المناطق الشمالية من مدينة حلب. البارحة كان هناك محاولة للتقدم على محور منطقة كفر خاشر وكفر كلبين ومنطقة جبرين بالتحديد. انطلقت قوات قسد من محور الشيخ عيسى عين دقنة باتجاه هذه المناطق وحاولت السيطرة على هذه النقاط بالتحديد. دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات قسد، تمكن الجيش الحر خلالها من صد هذه المحاولة وتكبيد قوات قسد، ما يزيد عن 10 قتلى إضافة إلى خسائر مادية خلال المعارك التي دارت على هذا المحور بالتحديد. هذه المعارك مستمرة خلال الفترة الماضية، كان هناك على خلال الأسبوع الماضي أيضا محاولة للتقدم على محور غرب مدينة عزاز بالتحديد، أيضا تمكن الثوار من التصدي لهذه المحاولة، وهي محاولات متكررة وبشكل يومي تقوم بها قوات قسد للتقدم على هذه المناطق. تلا هذه المحاولة أيضا قيام الجيش الحر استهداف معاقل قسد في منطقة عين دقنة ومنطقة رفعت أيضا بصواريخ الإجراد إضافة إلى قذائف الهاون. نعم يعني إبراهيم يتعلق بالمعارك والاشتباكات التي نعم أحلام تفضل أكمل. هذا حقيقة فيما يتعلق بالمعارك بين الجيش الحر
وميليشيات قسد. إذا لننتقل إلى القصف الروسي الذي طال يعني مناطق أيضا في ريف حلب وتحديدا أورم الكبرى، هل ما زال القصف مستمر وما هي المناطق التي استهدفت مؤخرا؟ بالتأكيد أحلام، البارحة ومع ساعات الليل الأخيرة من مساء البارحة كان هناك تحليق لسرب من طائرات الاحتلال الروسي، 8 طائرات بالتحديد استهدفت معظم مناطق ريفي حلب الجنوبي والغربي في إطار هذه الحملة التي تشنها حاليا طائرات الاحتلال الروسي. القصف على مدار الأسبوع الماضي استهدف معظم مناطق ريف حلب الغربي، لا سيما منطقة أورم، كفرناها، الشاميكو، وأيضا مدينة دارة عزة التي تتعرض بشكل يومي لقصف، ومنطقة الأتارب. هذا القصف أدى على مدار اليومين الماضيين إلى وقوع عدد من الضحايا، لا سيما في محيط منطقة أورم في جمعية رضوان بالتحديد، وهي جمعية سكنية يتجمع بها عدد من نازحي مدينة حلب وريف حلب الشمالي وريف حلب الجنوبي. أدى هذا القصف إلى وقوع 5 ضحايا من المدنيين، هم من الأطفال، 4 أطفال وامرأة في هذا القصف، إضافة إلى وقوع عدد كبير من الإصابات. والبارحة أيضا استهدفت طائرات الاحتلال الروسي معظم مناطق ريف حلب الغربي. أبرز المناطق التي تعرضت للقصف كما ذكرت هي مدينة دارة عزة، إضافة إلى محيط منطقة الأتارب وبعض بلدات ريف حلب الجنوبي، بالتزامن مع محاولة الميليشيات الأجنبية التي تقاتل على محاور ريف حلب الجنوبي. نعم. تقدم على محور المدورة بالتحديد. هذا المحور شهد منذ مساء البارحة حتى ساعات الفجر الأولى معارك عنيفة جدا، تمكن الثوار خلالها من صد هذه المحاولة واستعادة جميع النقاط التي تقدمت إليها الميليشيات بالتزامن مع تمهيد كثيف من طائرات الاحتلال الروسي. وهذه المعارك التي كانت تدور على محور ريف حلب الجنوبي أيضا شهدت إلى جانبها معارك على محاور حلب الشمالية ومحاور حلب الغربية بالتحديد، محور منطقة الراشدين ومحور جمعية الزهراء وبيوت مهنة. نعم. ومحيط منطقة كفر حمراء التي دارت فيها أيضا مواجهات، تمكن الثوار خلالها من التصدي لمحاولات قوات النظام والميليشيات التي تساندها التقدم إلى هذه المناطق. شكرا جزيلا لك إبراهيم الخطيب، مراسل أورينت نيوز، كنت معنا من ريف حلب. في إدلب أصيب عدة مرضى وممرضين إثر استهداف طائرات الاحتلال الروسي بثلاث غارات المشفى الوطني في مدينة معرة النعمان جنوب إدلب، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة ودمار أجزاء واسعة من مباني المشفى. وقال مراسلنا إن الغارة الأولى استهدفت قسم الإسعاف، وطالت الغارة الثانية قسم الأطفال والتوليد، كما تركزت الغارة الثالثة على سطح المشفى. يذكر أن مشفى المعرة الوطني هو من أكبر مشافي الشمال السوري، ويستقبل كل يوم مئات المراجعين من كافة القرى. استهدفت الطائرات الحربية التابعة للعدوان الروسي بعدة غارات جوية المشفى الوطني في مدينة معرة النعمان بريف إدلب، والذي يعتبر من أكبر مشافي المناطق المحررة في شمال سوريا من حيث المساحة والتجهيزات والرقعة الجغرافية التي يغطيها. نلاحظ الآن هذا حجم الدمار الكبير، يعني شمل الطوابق العليا والطوابق المتوسطة، وأدى ذلك إلى تدمير في غرف العمليات، تدمير في حواضن الأطفال، في قسم العناية المشددة، بالإضافة إلى توقف الطبق المحوري وغسيل الكلية. وكل فعاليات المشفى الآن هي خارج الخدمة، هي رسالة واضحة من قبل النظام وخلفائه أنه يريد القضاء على كل أشكال الحياة في المناطق المحررة الخارجة عن سيطرته. القصف أسفر عن دمار المشفى وخروجه عن الخدمة، حيث كان الاستهداف مباشرا له، ويتألف المشفى من أقسام كثيرة أهمها الجراحة والأطفال والكلية والتوليد وغيرها، وكلها باتت متوقفة عن العمل. امبارح الساعة 7:30 تقريبا نحن نحضر المريض دخل على غرفة العمليات، ما سمعنا إلا أول صاروخ. أنا واقف هون بغرفة العمليات، أول صاروخ طب، والعناصر كلها تفرقت ونزلنا كلها تحت على الطابق السفلي. الأول إصابات كان في بالنساء والأطفال، كان أكثر شيء يعني قسم النساء والأطفال هو والحواضن هذه اللي بتحز بالنفس، كانت أكثر إصابات. بعدين بالكوادر كمان الطبية الموجودة في الأقسام كان في إصابات طبعا. مين من أجا نحن مريض؟ نحن اسمه مريض، ما بنسأله أنه إذا كنت مسيحي ولا مسلم ولا سني ولا علوي ولا درزي، نحن مريض عنا، بنخلص شغلنا منه ومنشفيه ونقول له الله معك على بيتك مع دواء ومع خدمته.
يذكر أن مشفى المعرة استمر بناؤه لأكثر من 25 عاما، وهو واحد من عدد من المشافي التي بنيت كنموذج واحد، ويعتبر من أضخم مشافي سوريا. وقد تعرض المشفى لعدة غارات سابقة تسببت بدمار في أجزائه، حتى كانت الغارة الأخيرة التي أخرجته عن الخدمة. عدة غارات جوية من طيران العدوان الروسي كانت كفيلة بتدمير مشفى معرة النعمان الوطني وإخراجه عن الخدمة بشكل كامل. محمد فيصل، أورينت نيوز، مدينة معرة النعمان، ريف إدلب. يبقى معنا محمد الفيصل مراسل أورينت نيوز من ريف إدلب. يعني محمد، لو تضعنا في تفاصيل استهداف المشفى كما شاهدنا معك في التقرير، ما هي آخر تطورات إلى هذه اللحظة؟ نعم أحلام، بداية لمحة سريعة عن مشفى معرة النعمان الوطني. يعتبر مشفى معرة النعمان كما ذكرنا في التقرير من أضخم مشافي الشمال السوري، استمر بناؤه لأكثر من 25 عاما، هو واحد من عدة مشافي تم بناؤها في سوريا. استغرق بناؤه كما ذكرنا 25 عاما، مثله مثل مشفى الجسر أيضا وغيره من هذه المشافي. توقف المشفى لحوالي ثلاث سنوات عن العمل في بداية الثورة، ثم عاد إلى العمل بعد تحرير مدينة معرة النعمان. المشفى يضم عدة أقسام أو أقسام كثيرة، يعتبر مشفى كاملا يحتوي معدات لا توجد في الشمال السوري إلا فيه، يحتوي قسم الطبق المحوري والإسعاف والجراحة والتوليد والحضانات والعيادات وغيرها من هذه الأقسام. يخدم المشفى حوالي مليون نسمة في الشمال السوري، يخدم رقعة جغرافية تمتد من سهل الغاب غربا إلى سنجار شرقا وما بعد سنجار، أيضا بالإضافة إلى منطقة خان شيخون وريف حماة الشمالي، وصولا إلى باب الهواء أو منطقة باب الهواء في الشمال السوري أو في شمال إدلب. في كل شهر حوالي 30,000 نسمة أو 30,000 مراجع يردون إلى المشفى الوطني في مدينة معرة النعمان. البارحة مساء قام طيران الاحتلال الروسي بشن 4 غارات جوية بالصواريخ الفراغية شديدة الانفجار. نعم. استهدفت المشفى الوطني في مدينة معرة النعمان بشكل مباشر، كل غارة صاروخين متفجرين أي 8 صواريخ. أسفرت هذه الغارات عن دمار المشفى بشكل كامل. حقيقة نحن زرنا المشفى وقمنا بتغطية الحدث، الدمار هائل جدا، خرج المشفى عن الخدمة بشكل كامل. نعم. القصف أسفر عن وقوع ضحايا أو إصابات بين المراجعين من المدنيين وبين كوادر المشفى من الممرضين والأطباء. الآن بات قسم كبير أو أعداد هائلة من الأهالي ومناطق شاسعة بدون مشفى، حيث أنه كان مرتكز أو المعتمد عليه في المناطق المحررة. المشفى يستقبل الإصابات نتيجة القصف والحالات الباردة ويجري العمليات الجراحية داخله. بات المشفى مدمرا بالكامل. اليوم أيضا أجرينا لقاءات ومقابلات مع الكوادر المتواجدة داخل المشفى وإدارة المشفى، صرحوا لنا بأن المشفى بات خارج عن الخدمة وتوقف عن العمل بشكل نهائي. نعم. إلى ذلك أيضا محمد، يعني لنبقى في الحديث قليلا. نعم. عن هذا المشفى، مع خروج هذا المشفى عن الخدمة. نعم. يعني ما هي الخيارات المتبقية لأهالي المناطق المجاورة في معرة النعمان، لأنك كما ذكرت بأنه من أكبر المشافي المتواجدة في المنطقة هناك؟ نعم أحلام، يعني يوجد عدد من المشافي، ولكن كل المشافي في المناطق المحررة مهددة بالقصف. القصف كما شاهدنا في عدة حالات هو قصف ممنهج للمشافي وللأبنية الحيوية وللتجمعات المدنيين. الآن سيلجأ الأهل إلى هذه المشافي، ولكنها مشافي بسيطة لا تستطيع تخديمهم بالعمليات الساخنة، بالطبق المحوري. نعم. بغسيل الكلى، بالأمور الصعبة يعني كان يستقبلها هذا المشفى. الأمور الصعبة الحالات الصعبة الآن سيضطر الأهالي إلى تحويلها إلى المشافي الحدودية مع تركيا، أو حتى إدخالها إلى داخل الأراضي التركية بعد توقف مشفى معرة النعمان عن العمل. طبعا هذا المشفى كما ذكرت كان يخدم قسم كبير من مرضى غسيل الكلية والمرضى أصحاب الأمراض المزمنة أو المصابين بالأمراض المزمنة، بالإضافة أيضا إلى احتوائه على قسم نقل الدم أو بنك الدم الذي أيضا يخدم المشفى ذاته، يخدم معظم المشافي في الشمال السوري. كل هذه الأقسام الآن توقفت عن العمل. طبعا
لم تتوقف بإرادتها، إنما دمرت المعدات المتواجدة داخل المشفى الوطني خلال توقفها عن العمل. حافظت الكوادر المشفى وأهالي مدينة معرض النعمان على هذه المعدات التي كانت هي موجودة قبل انطلاق الثورة السورية، حافظوا عليها بشكل جيد وكانوا تستخدمها الكوادر في علاج المصابين والمرضى داخل هذا المشفى. الآن رصدناها وقمنا بتوثيقها، كلها تقريبا مدمرة بشكل كامل. حقيقة الدمار الذي شاهدته أو رصدناه في مشفى مدينة معرض النعمان لم نشاهده إلا في مشفى جسر الشغور الذي هو تقريبا نسخة طبق الأصل 100% عن المشفى. والجدير بالذكر أحلام أيضا أن المشفى محصن بشكل جيد جدا، قام الإسكان العسكري ببنائه على مدة 25 عاما كما أسلفت، أي نعم. أنه محصن بشكل جيد جدا وذو خرسانة بتونية قوية جدا، ولكن الصواريخ التي تم قصفه بها واستهدافه بها هي صواريخ مخصصة لاستهداف هذه الأنواع من الأبنية البتونية، وتم استهداف المشفى فيها بشكل مباشر ما أدى إلى خروج عن الخدمة ودمار كل هذه الأقسام بشكل مباشر. وسيضطر الأهالي كما ذكرت إلى اللجوء إلى المشافي الحدودية. طبعا هذا الأمر يشكل صعوبة جدا عليهم، خاصة مع استهداف الطيران للطرقات وخطورة نقل المصابين إلى هذه المشافي الحدودية أو المشافي التركية وصعوبة نقلهم إلى هذه المناطق. يعني طيران العدوان الروسي وقوات النظام تستهدف دائما النقاط الحيوية في المناطق المحررة. ما هي المناطق الأخرى التي تم استهدافها في إدلب؟ لأنك كما ذكرت بأنها عدة غارات جوية استهدفت إدلب وريفها. نعم، تركز قصف طيران العدوان الروسي وطيران نظام الأسد على عدة مناطق متفرقة من ريف إدلب. نبدأ من جنوب إدلب من خان شيخون التي كان لها النصيب الأكبر تقريبا من القصف، حيث شهدت المدينة اليوم أكثر من 16 غارة جوية من طيران العدوان الروسي ونظام الأسد. أسفرت هذه الغارات التي استهدفت المناطق المدنية والأحياء السكنية في المدينة، أسفرت عن وقوع ضحايا وجرحى من المدنيين، بالإضافة أيضا إلى استهداف نقاط حيوية وتجمعات حيوية. بالانتقال أيضا إلى مدينة جسر الشغور، هذه المدينة التي شهدت أيضا أكثر من 12 غارة جوية من طيران العدوان الروسي وطيران نظام الأسد، استهدفت الأسواق والمناطق السكنية في المدينة. والجدير بالذكر أن مدينة جسر الشغور تتعرض لهجمة شرسة من قبل طيران العدوان الروسي وطيران نظام الأسد، أي أنها على مدار الأسبوع الفائت تتعرض في كل يوم لأكثر من 10 غارات جوية. منطقة كفر عين أيضا تعرضت للقصف بصواريخ الفراغية من طيران العدوان الروسي. بلدة الهبيط أيضا كان لها نصيب من القصف، تعرضت لأربع أو خمس غارات من طيران العدوان الروسي وطيران النظام الحربي، أسفر هذا القصف أيضا عن وقوع جرحى بين المدنيين. أحدثك الآن ويحلق الطيران الروسي وطيران نظام الأسد في الأجواء. طيران النظام الروسي وطيران الأسد لا يفارق الأجواء نهائيا. البارحة مساء كان هناك تحليق لأكثر من 12 مقاتلة حربية نعم. في آن واحد في سماء ريف إدلب، كلها تغير وتقصف المناطق المدنية. حقيقة أحلام يصعب قصف كل أو يصعب عفوا إحصاء كل المناطق التي تتعرض للقصف من هذا الطيران نتيجة لكثرتها نعم. وصعوبة إحصائها وتوزع القصف على رقعة جغرافية واسعة من مناطق ريف إدلب. أشكرك جزيل الشكر محمد الفيصل مراسل أورينت نيوز، كنت معنا من إدلب. أحبطت الفصائل المقاتلة محاولة للميليشيات الأجنبية وقوات النظام التقدم نحو بلدة حلفاية شمال حماة من محور بلدتي الشير والمجدل، وسط قصف عنيف تتعرض له مناطق الاشتباك من قبل طائرات الاحتلال الروسي. وأعلنت الفصائل عن تدمير دبابة ومقتل طاقمها على حاجز السرو وقتل وجرح عشرات العناصر من الميليشيات الشيعية، وذلك أثناء محاولتها اقتحام بلدة حلفاية. بدورها اعترفت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 5 عناصر من الحرس الثوري وقوات التعبئة الباسيج في معارك حماة منذ 21 من آذار الماضي. بدوره قال النقيب مصطفى معراتي أحد قيادي جيش العزة إن معارك حماة مستمرة بعد أن حققت أهدافها في المرحلتين الأولى والثانية. وأضاف معراتي أن الميليشيات الأجنبية وقوات النظام منيتا بخسائر بشرية ومادية كبيرة خلال تلك المعارك.
معركة في سبيل الله نمضي بقيادة جيش العزي بدأت في المرحلة الماضية بالعمل من خلال 3 أهداف مهمة مباشرة وهدف مهم تالي واتجاه هجوم لاحق. تم تحقيق الهدفين الأوليين بتحرير حلفاية وزلين وزلاقيات إلى ما هنالك، ثم انتقلت إلى اتجاه الهجوم اللاحق لتحرير مدينة حماة ومطارها العسكري. تم تحقيق الأهداف التي رسمت لهذه المرحلة، بلغت خسائر النظام أكثر من 700 قتيل، العديد من الجرحى، حيث غطت المشافي المحيطة في المنطقة في حماة والمشافي الخاصة بهم، إضافة إلى تدمير أكثر من 6 دبابات وعربات BMP، أسلحة رشاشات ثقيلة ومتوسطة. الاستراتيجية القادمة لمعركة في سبيل الله نمضي وقيادة جيش العزي إن شاء الله هي إعادة تجميع القوى والوسائط وتركيز الجهود للانطلاق إلى مرحلة جديدة نحو تحقيق الأهداف التي رسمت له. هذه المعركة، معركة في سبيل الله نمضي بقيادة جيش العزي، تم الإعداد لها جيدا حيث الخطط العسكرية واستخدام التكتيك العسكري من خلال الهجوم والدفاع واستخدام التنصت والإغارة والكمين. كل هذه الإجراءات أو التكتيكات المستخدمة في الجيوش الحديثة تم استخدامها في هذه المعركة، الحمد لله رب العالمين. وللمزيد عن آخر التطورات في حماة ينضم إلينا فراس كرم مراسل أورينت نيوز. فراس، يعني ضعنا في صورة التطورات. نعم أحلام، طبعا أكثر من 500 غارة جوية يشنها طيران النظام الحربي والاحتلال الروسي قبل ساعة من الآن على مناطق متفرقة من الآن من حماة، أو بالتحديد شمالي حماة وشمال غرب حماة. طبعا بدأت الغارات الجوية على مدينة صوران وأيضا منطقة معرديس، وأيضا بالتزامن مع قصف جوي عنيف على مدينة حلفاية. هذه المنطقة التي تشهد الآن جبهاتها اشتباكات بين كتائب الثوار وقوات النظام. سقط جراء هذه الغارات عدد من القتلى في صف المدنيين، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى تم نقلهم إلى المشافي الميدانية. هذا على الصعيد الميداني أحلام، أما على الصعيد العسكري اشتباكات عنيفة بين كتائب الثوار وقوات النظام تتصدى فيها كتائب الثوار لمحاولات قوات النظام والميليشيات الأجنبية بالتقدم واستعادة السيطرة على مدينة حلفاية المحررة شمالي حماة. طبعا تمكن الثوار منها خلالها من تدمير دبابة طراز T-72 لقوات النظام. نعم، يعني ماذا عن أوضاع المدنيين في المناطق التي تتعرض للقصف؟ يعني تحدثت عن قصف يطال معرديس صوران وحلفاية، هل تشهد هذه المناطق حالات نزوح وإلى أين؟ نعم طبعا أحلام، المنطقة التي تشهد القصف بشكل عنيف هي مدينة حلفاية. طبعا هذه المدينة هي تعتبر من المدن الكبرى في الشمال الحموي، تجاوز عدد سكانها 40,000 نسمة. الآن أمام هذه الحملة العسكرية الذي وصفها أهالي المنطقة بالعنيفة أو بالغير المسبوقة، يحاول أهالي هذه المنطقة بالنزوح إلى الشمال السوري والمناطق الحدودية مع تركيا، وأيضا في الانتشار في المناطق الجنوبية لمحافظة إدلب. بالإضافة إلى ذلك، قبل قليل تعرضت مدينة كفرنبودة لغارة جوية أدت إلى مقتل طفل وأيضا إصابة آخرين، وبدأ أهالي بلدة كفرنبودة بالنزوح بعد عودتهم منذ يومين إلى هذه البلدة بعد أن شهدت أيضا في الأيام الأخيرة حملة تصعيد عسكرية كبيرة من قبل قوات النظام. طبعا الوضع الإنساني هنا مزرف للغاية أمام هذا الكم الهائل من الغارات الجوية التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر، وأيضا الغارات الجوية التي تستهدف مناطق تمركز الثوار. أحلام، خسائر قوات النظام في هذه المعارك كبيرة جدا فراس، يعني حتى على لسان وسائل الإعلام الإيرانية تعترف بمقتل 5 عناصر من قوات الباسيج. ماذا لديك من معلومات عن هذا الموضوع؟ نعم أحلام، عندما فشلت قوات النظام بصد تقدم قوات الجيش الحر والثوار وكتائب الثوار في ريف حماة خلال المعركة التي تشهدها كامل المحاور في ريف حماة، دفع النظام بميليشيات أجنبية من تتبع للحرس الثوري الإيراني وأيضا حركة النجباء العراقية وأيضا تشكيلات أخرى من الميليشيات الأجنبية.
الى ونشرها في على كامل الريف الحموي الشمالي والشمال الغربي لمواجهه زحف الثوار. طبعا نشب خلال هذه المعارك نشب خلال هذه الهجومات معارك عنيفه بين كتائب الثوار وقوات النظام. تمكن الثوار من قتل اكثر من 400 عنصر من قوات النظام بالاضافه الى عناصر من ميليشيات اجنبيه بينهم ايرانيين وايضا عراقيين، وايضا هناك اكثر من 50 قتيل حتى الان من قوات حزب الله اللبناني بينهم قياديين خلال هذه المعارك التي تشهدها مناطق في حماة الشمالي والغربي. شكرا جزيلا لك فراس كرم، مراسل اورينت نيوز، كنت معنا من ريف حماة. دارت اشتباكات بين تنظيم الدولة من جهة والميليشيات الأجنبية وقوات النظام من جهة أخرى في محاور جبل شاعر وجبل أبو ظهور ومحاور أخرى ببادية تدمر. ترافق ذلك مع قصف جوي ومدفعي من قبل قوات النظام على مناطق الاشتباك، ما أسفر عن خسائر بشرية بين الطرفين على خلفية القصف والاشتباكات. من ريف حمص ينضم إلينا سيف الأحمد مراسل أورينت نيوز. يعني سيف، اشتباكات بين تنظيم الدولة وقوات النظام في محيط جبل شاعر، إلى أين وصلت هذه الاشتباكات؟ تماما أحلام، تستمر الاشتباكات ما بين قوات النظام المدعومة بالميليشيات الأجنبية وتنظيم الدولة من الجهة الأخرى. هذه الاشتباكات تدور حاليا يعني على أطراف حقل شاعر النفطي والجبال المحيطة به، أيضا اشتباكات مماثلة تدور على أطراف الجبال المحيطة بمدينة تدمر من الجهات الشمالية والشرقية. تتزامن هذه الاشتباكات مع غارات مكثفة لطيران العدوان الروسي وطيران النظام الحربي. حقيقة أحلام، يعني عشرات الغارات الجوية، أكثر يعني قمنا بتوثيق أكثر من 40 غارة بشكل يومي على هذه المناطق بريف حمص الشرقي فقط من قبل طيران العدوان الروسي الذي يقلع من مطار حميميم العسكري في ريف اللاذقية. أيضا أحلام، يعني اسمح لي بالانتقال لتطورات الأوضاع هنا بريف حمص الشمالي. فالغارات الجوية والقصف المدفعي يستمر على أغلب مناطق ريف حمص الشمالي. اليوم كان هناك عدة غارات جوية استهدفت قرى وبلدات سهل الحولة إلى الغرب من ريف حمص الشمالي، وتسببت هذه الغارات بسقوط 10 جرحى على الأقل في كل من كفرلاها وتلدو جراء هذه الغارات الجوية. أيضا مدينة تلبيسة شهدت غارتين جويتين من قبل طيران نظام من نوع ميغ 23 دون أن تسفر هذه الغارات عن سقوط ضحايا بين المدنيين، واقتصرت الأضرار على الماديات فقط. أيضا قرية ديرفول إلى الشمال الشرقي من ريف حمص الشمالي شهدت غارتين مماثلتين، تسببت هذه الغارات بسقوط 3 جرحى على الأقل في صفوف الأهالي. معظم مناطق ريف حمص الشمالي أيضا شهدت قصف مدفعي من قبل حواجز قوات النظام المتمركزة على أطراف ريف حمص الشمالي، وأيضا من الكلية الحربية الواقعة على أطراف حي الوعر المحاصر. بلدة الغنطو ومدينة الرستان تعرضت لقصف مدفعي مكثف من قبل قوات النظام المتمركزة في كتيبة الهندسة إلى الشمال من مدينة الرستان. أيضا قريتي الفرحانية الغربية والفرحانية الشرقية وبلدة السعم بريف مدينة تلبيسة كذلك الأمر تعرضت لقصف مدفعي من قبل قوات النظام المتمركزة في حاجز ملوك دون أن يسفر هذا القصف عن سقوط ضحايا بين المدنيين. إلى ذلك أيضا يعني تستمر الاشتباكات ما بين قوات النظام وفصائل الثوار على عدة جبهات بريف حمص الشمالي، أهمها هي جبهة معسكر ملوك وكذلك حوش حجه والغاصبية عين الدنانير وكذلك جبهات تلبيسة الغربية كفرنان وجبورين. شكرا جزيلا لك سيف الأحمد مراسل أورينت نيوز، كنت معنا من ريف. شكرا أحلام. يعود وينضم إلينا مراسل أورينت نيوز من ريف دمشق محمد عبد الرحمن للحديث عن الطيران الحربي الروسي والغارات التي يشنها على مناطق شرق دمشق. التفاصيل لديك محمد.
نعم أحلام، حقيقة تصعيد لقوات النظام منذ الساعات الصباح الأولى، منذ الساعة السادسة صباحا الطيران الحربي ينفذ غارات جوية سواء في الغوطة الشرقية أو حتى في أحياء دمشق، في حي جوبر الدمشقي والمنطقة الشرقية من العاصمة دمشق، في حي القابون ما يقارب 66 غارة جوية استهدفت المناطق بمختلفها. حقيقة كان في الغوطة الشرقية مجزرة راح ضحيتها 8 أشخاص مدنيين نتيجة الغارات، حموريا وايضا يعني حزه وعربين وحرستا ومديره، مختلف المناطق يعني لم توفرها الغارات الجويه. عدد كبير من الاصابات بين صفوف المدنيين. احد الغارات الجويه استهدفت بشكل مباشر احد النقاط الطبيه في بلده جسرين مما اخرجها عن الخدمه بشكل كامل. ايضا يعني كان هناك اصابات في صفوف الكوادر الطبيه الموجوده هناك. نعم. حقيقه طبعا ياتي هذا التصعيد مع بعض المحاولات لقوات النظام التي تجددت في منطقه حزرمه والمنطقه القريبه من البلدات النشابية ويعني بعض النقاط القريبة منها. قوات النظام خلال ليل أمس أيضا كانت قد حاولت بعدة محاور من الغوطة الشرقية أو حتى في أحياء دمشق الشرقية في القابون وفي القرب من كتيبة حزرمة في الغوطة الشرقية. حقيقة هناك يعني يرجح في صفوف المدنيين نتيجة الإصابات المباشرة التي استهدفت وسط الأحياء السكنية سواء في منطقة سقبة أو حتى في منطقة الأخرى. الوضع حقيقة سيء جدا، الأهل يتخوفون من مجازر قد ترتكبها قوات النظام خلال الساعات القادمة الجوي بهذه الوتيرة. نعم، أشكرك جزيل الشكر محمد عبد الرحمن مراسل أورينت نيوز، كنت معنا من ريف دمشق. ومشاهدينا أعتذر عن رداءة الصوت من المصدر بسبب ما تتعرض له مناطق ريف دمشق. وننتقل إلى درعا حيث دارت معارك بين الفصائل المقاتلة من جهة والميليشيات الأجنبية وقوات النظام من جهة أخرى في محيط حي المنشية في درعا البلد، وتزامنت الاشتباكات مع قصف مدفعي وجوي طال المناطق المحيطة للحي، وذلك في محاولة من قوات النظام والميليشيات المساندة لها التقدم على عدة أبنية، إلا أن محاولتها باءت بالفشل بعد تصدي الفصائل لها. كما استهدف طيران النظام المروحي أحياء درعا البلد وطريق السد بعدة براميل متفجرة دون ورود أنباء عن خسائر بشرية. ينضم إلينا باسل أبو يوسف مراسل أورينت نيوز من درعا. باسل، يعني اشتباكات أو معارك بين الفصائل وقوات النظام في محيط المنشية، التفاصيل لديك؟ نعم أحلام، هذه الاشتباكات داخل حي المنشية بالتحديد في محيط مبنى الإرشادية وغيرها من المناطق التي تتمركز بها الميليشيا الأجنبية، هذه الاشتباكات دارت خلال اليومين الماضيين. حتى هذه اللحظة يشهد حي المنشية اشتباكات في محاولات من الميليشيا الأجنبية للتقدم باتجاه نقاط قد سيطرت عليها غرفة عمليات البنيان المرصوص مؤخرا ضمن العملية العسكرية التي أطلقوا عليها اسم الموت ولا المذلة. هذه الاشتباكات هي بشكل يومي في ظل قصف متواصل من قبل الميليشيا الأجنبية على منازل المدنيين والأحياء السكنية في درعا البلد كحي الأربعين وحي البحار وغيرها من المناطق. هذه الأحياء لا تخلو من قصف الميليشيا الأجنبية وقوات النظام في محاولة من الميليشيا الأجنبية لإعادة السيطرة على كتل أبنية قد خسرتها مؤخرا في المعارك الدائرة في حي المنشية. مثال لهذه الأبنية هي كتلة النجار وروضة العروج ومخبز الرحمن، هذه المواقع الاستراتيجية التي سيطر عليها الثوار مؤخرا. طبعا يعتبر حي المنشية حي استراتيجي بالنسبة للثوار، وأيضا تحاول الميليشيا الأجنبية الحفاظ على هذا الحي كونه مطل على أحياء درعا المحطة وتحديدا اللواء 132 وأيضا الأفرع الأمنية كالأمن العسكري ومبنى الحزب. هذه الأماكن التي تتمركز بها الميليشيا الأجنبية وأيضا قريب جدا من أبنية سجنة الاستراتيجية الذي يحوي عدد كبير من عائلات الميليشيا الأجنبية المتواجدة في حي المنشية، عدد كبير منهم جلب عوائلهم لهذه الأحياء السكنية. طبعا قصف مكثف يكون من قبل قوات النظام والميليشيا الأجنبية على الأحياء المحررة في محاولة من الميليشيا الأجنبية لاستعادة السيطرة على مناطق خسرتها في حي المنشية. أهم المناطق التي يراد الوصول منها من قبل الميليشيا الأجنبية هو الجمرك القديم الذي يربط سوريا بالمملكة الأردنية. حتى هذه اللحظة الثوار يحافظون على النقاط التي حرروها مؤخرا، اشتباكات متواصلة داخل هذا الحي بشكل مستمر، تكون الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة. أيضا قوات النظام والميليشيا الأجنبية تحديدا أحلام تقوم باستهداف
استهداف أحياء درعا البلد بصواريخ الفيل، هذا الصاروخ الذي يزيد حجم تدميره عن تدمير البرميل المتفجر. خلال اليومين الماضيين عشرات الصواريخ سقطت على أحياء درعا البلد في محاولة منهم للتقدم باتجاه النقاط التي خسروها في المعارك التي دارت مؤخرا. طبعا هذا الصاروخ هو محلي الصنع، يقوم النظام باستهداف الأحياء المحررة من داخل أحياء درعا المحطة من مناطق مكتظة بالمدنيين، هذا ما يعيق الثوار باستهداف هذه الأسلحة التي يقوم النظام من خلالها باستهداف الأحياء المحررة كحي السحاري. النظام يتواجد بقواعد هذه الصواريخ داخل حي السحاري، هذا الحي مكتظ بالمدنيين، النظام يجعل من أولئك المدنيين درع بشري أمام قصفه للمناطق المحررة في درعا البلد وأيضا حي طريق السد ومخيم درعا. أحلام، جميع المناطق المحيطة في مركز مدينة درعا تتعرض لقصف متواصل من قبل قوات النظام والميليشيا الأجنبية، هذه المناطق التي تعتبر خط تماس مباشر مع الميليشيا الأجنبية وأيضا قوات النظام المتواجدة في أحياء درعا المحطة، وهو يعتبر المربع الأمني الكبير الباقي للنظام في درعا. طبعا عدد كبير من الأفرع الأمنية تتواجد داخل أحياء درعا المحطة وأيضا المباني المهمة بالنسبة للنظام وأيضا فرع الجوية وغيرها من المباني على تخوم بلدة نعيمة وحي طريق السد ومخيم درعا وبلدة اليادودة. هذه المناطق لا تخلو من الاشتباكات ما بين الميليشيا الأجنبية والثوار من جهة أخرى. نعم، أشكرك جزيل شكر على كل هذه المعلومات باسل أبو يوسف مراسل أورينت نيوز، كنت معنا من درعا. بهذا نصل إلى ختام هذه الجولة الميدانية ونذكر بأبرز العناوين. رغم شنها أكثر من 50 غارة جوية، قوات النظام تفشل بالتقدم في حي جوبر شرقي دمشق. المعارك تتواصل بمحيط الرقة والقوات الأمريكية تعمل على إنشاء قاعدة عسكرية في مطار الطبقة. طائرات النظام والاحتلال الروسي تواصل قصف المرافق الطبية وتخرج مشفى معرة النعمان بإدلب عن الخدمة. وفي حماة الفصائل تحبط هجمات لقوات النظام والميليشيات الأجنبية شمال المدينة. المزيد دائما على orient-news.net. شكرا لطيب المتابعة وبأمان الله.